تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و36 سنة تمتهن سرقة المنازل. أسفرت العملية على توقيف شخصين وفرار الثالث مع استرجاع المسروقات المتمثلة في صندوق حديدي كوفر يحتوي على مجوهرات قيمتها 350 مليون سنتيم ومبلغ مالي قدره 230 مليون سنتيم ومبلغ مالي بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى حجز الوسائل المستعملة في الجريمة والمتمثلة في قرار طلاء المعادن، مقلاع المسامير رشكلو والمركبة المستعملة في نقل المسروقات